السلام عليكم يا شباب، ازيكم؟ عاملين ايه؟ النهارده هقول لكم على طريقه البانكيك او الفطيره او الفطاير الصغيره كده اللي بتبقى بالعسل. اول حاجه، احنا كل الخامات اللي احنا هنستخدمها من شركه اورجانيك نيشن. هنستخدم واي ايزوليت، هنستخدم ناتس مكسرات، هنستخدم زيت جوز هند، هنستخدم دقيق شوفان، وهنستخدم كمان عسل اورجانيك نيشن. تمام، ضيف عليهم كمان شويه لبن وموزه واربع بيضات. نبدا بقى البيض. عايز اقول لكم ان الوجبه دي تقريبا فيها اكتر من 55 جرام بروتين وفات قليل جدا وكارب مش كتير. هكتب لكم كل النسب في الديسكريبشن او الكومنت، على حسب بقى انتوا بتتفرج على اليوتيوب او على الفيسبوك او على الانستجرام. حاطين الاربع بيضات بتوعنا، هنحط اللبن، هنحط يعني سنة بسيطة زيت جوز هند عشان يدي طعم حلو، وده دقيق الشوفان، هنستخدم معلقتين كبار كده حلوين مليانين دقيق شوفان، وهنستخدم سكوب اورجانيك نيشن ايزوليت. حط سنة كمان، حط شوية بس كده. وبالخلاط نضرب المكونات كلها. تمام كده، الخليط بتاعنا جاهز. بس ده شوية دول. نجهز بقى الطاسه بتاعتنا. تمام، برضو بص، مش هينفع يا جماعه نستخدم اي زيت غير زيت جوز الهند، يعني عشان الطعم بس ما يتغيرش. هنحط نضع بسيطه كده، لو هي مش طاسه تيفال، نضع بسيطه قوي. سنة بسيطة قوي، حركها كده، نمشيها على الطاسة كلها، ونحط الخليط بتاعنا. وعلى نار هادية، ونغطيه لحد ما يستوي بالكامل. يلا، زي ما انتم شايفين النار هادية اهي، ونقوم مغطيين الخليط بتاعنا. احنا كده سيبناها شويه، بس عامله زي، بص اهو تقريبا هي ما بقى، ما هي مش بانك، هي بقت كريب يعني، بس حلو يعني، كلها فصيله المعجنات. تخيلوا معجنات صحيه. نعمل كده، لا استنى، باظت باظت. لحقت الموقف يعني ما لحقتش تبوظ يعني. فهنعمل كده، نعمل ايه بقى؟ موز، موز دي كده، مكسرات، في الاخر بقى بنحط عسل. بصوا يا جماعه، ليه اورجانيك نيشن؟ يعني لو انتوا يعني شايفين ان اورجانيك نيشن دي شركه مختصه بكل ما هو صحي، يعني كل حاجه صحيه، زيوت، بروتين، شوفان، عسل، نطس، مكسرات.
فهي شركه مخصصه لكده يعني. هسيب لكم لينك الصفحه بتاعتها اول كومنت. استنوا كده. طب والله عظمه بغض النظر عن القلبه اللي انا كان نفسي اقلبها، بس يعني هي جميله والله. انت تقرب سلم ازاي. جميله ومغذيه. بكتب لكم فعلا هي فيها، هسيب لكم في الصابنيل هي فيها كام جرام بروتين وكام جرام فات وكام جرام كارب، وهسيب لكم لينك صفحتهم والموقع بتاعهم او الكومنت. واي اي حد هيطلب من الويب سايت اي منتجات اورجانيك نيشن ليه خصم 10% باستخدام بروم كود رامي 10. يلا سيبونا ناكل بقى. السلام عليكم.